انا ابتديت العب كوره من عندي 5 سنين، ابتديت في اشبال الزمالك تحت ايد كابتن عماد العمده، لعبت هناك لغايه سن 8 سنين، وبعدين رحت لسن 10 سنين لعبت في نادي جولدي، ومن 10 سنين لسن 11 سنه لعبت في نادي الزمالك تاني، ومن سن 11 سنه لغايه سن 14 لعبت في اكاديميه اتلتيكو مدريد تحت ايد كابتن علي كاشا وكابتن احمد البديل وكابتن رامي حنفي، وعملت اختبارات في الجونة شهرين 97، وفي الأهلي 97 شهرين برضو على إيد كابتن هشام حنفي ووحيد سيف، وبعدين سافرت مع أتلتيكو مدريد أسبانيا معسكرين، في أول معسكر طلعنا التالت على البطولة، وفي تاني معسكر طلعنا التاني، بعديها جالي عرض من نادي في أسبانيا اسمه أونيون ديبورتيفا سان سيباستيان دي لوس ريس، بيلعب درجة تانية بيه، لعبت هناك 3 سنين من سن 15 لسن 17، وبعدين السنة دي غيرت رحت نادي بيلعب درجة تالتة اسمه سنتر ديبورتيفو كارانتا، إن شاء الله. وأنا دلوقتي رحت من يومين معسكر المنتخب الأولمبي، اتمرنت مع كابتن محمد شوقي وكابتن شوقي غريب وكابتن وائل رياض، وكانت تجربة حلوة جدا طبعا مع النادي مع المنتخب، وإن شاء الله تتكرر تاني.